طبعا انا يعني سعيد قوي ان انتم ان احنا الكلام اللي كان زمايل لينا قبل كده من 20 سنة ولا اكتر حلموا بيه مش كده، وبعدين ما تحققش، وبفضل الله سبحانه وتعالى كان لينا نصيب ان احنا نحققه. ده معناه ايه؟ بس عشان الكلام ده، ان معناه ان اي تخطيط الدولة بتعمله بيتعمل بناس متخصصة، بناس ايه يا دكتور مصطفى؟ متخصصه. ومش معنى ان هو ما وفقش من 20 25 سنه معناه ان التخطيط كان ايه؟ لا، كان في حاجات اخرى، في عوامل اخرى منعت ان التخطيط ده يتم تنفيذه. لما تم التعامل مع هذه العوامل دلوقتي او خلال ال4 سنين اللي فاتوا دول، المستهدف تحقق. تمام، مش كده يا توفيق؟ تمام يا فندم. المستهدف اللي هم 750 ألف فدان احنا رايحين لهم. يعني اللي قالوا الكلام ده من ساعتها ما كانوش ايه؟ ما كانوش غلطانين، والتخطيط جيد، والارض اتزرعت، والارض بتنتج. والنهارده احنا بنتكلم على ان في نهايه الكميه دي، العدد او حجم الاراضي اللي هتنتج دي، انت بتتكلم في 1 مليون طن قمح، مش كده؟ 1 مليون طن قمح دول يساووا كام؟ وهم معمولين ايه؟ معمولين بنظم ري حديثه. يعني حجم الميه اللي بيستخدم فيهم هو الحجم الامثل في الري. ويصلح لي وزير الزراعه الكلام ده. وبالتالي انا بنتج 1 مليون طن قمح دول بتكلفه اقتصاديه في الميه اللي احنا دلوقتي بنقول لابد ان احنا كل نقطه ميه نستفيد منها.